مرونة قوية يسعى فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، والذي شهد فوز فرسان ميتو عقبة بثنائية تاريخية بحصد اللقب الدوري وكأس مصر. ومن الصفقات الكبرى التي ضمتها طائرة الزمالك استعداداً للموسم الجديد اللاعب شريف الشرقاوي لاعب منتخب مصر، والذي سيكون إضافة للفريق الأبيض لما يمتلكه من قدرات وخبرات تجعله أحد فرسان ميتو عقبة في الكرة الطائرة. بدأ شريف الشرقاوي مسيرته الاحترافية مع الكرة الطائرة بصفوف النادي الأهلي من عام 2014، وحقق معه عدد من البطولات، كما حقق لقب بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر مع نادي الطيران موسم 2016، قبل انتقاله إلى نادي بتروجيت، والذي انضم منه للزمالك في الموسم الحالي. وعقب انضمامه لقلعة البطولات حقق مع الفريق بطولة بني ياس الودية الدولية التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استضافت معسكر فرسان ميتو عقبة الذي شارك خلاله في بطولة العين الودية الدولية أيضاً، وحقق المركز الثاني خلف منتخب السعودية الذي شارك في البطولة بكامل صفوفه استعداداً لبطولة النخبة الخليجية. ويمتلك شريف الشرقاوي رصيداً كبيراً من المشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية، منها المشاركة مع المنتخب الأول في بطولة الدوري العالمي عام 2017 وبطولة العالم في بلغاريا عام 2017 والفوز بالبطولة العربية عام 2018. كما شارك شريف الشرقاوي من قبل مع منتخب الناشئين في بطولة العالم عام 2011 بالأرجنتين و2013 بتركيا وبطولة إفريقيا للشباب في نفس العام، إلى جانب المشاركة في بطولة العالم تحت 23 سنة بالبرازيل عام 2015. سجلاً حافلاً من البطولات والمشاركات المحلية والقارية والدولية، يمتلك شريف الشرقاوي أحد الصفقات الرابحة لفرسان الطائرة بنادي الزمالك في الموسم الجديد.